سائل من اليمن يقول عندي قطعة أرض اشتريتها ب4 مليون ريال من أرباح القات، مع أن وكذلك كنت أحلف أيمان كاذبة وأغش في المال وأخون الأمانة، فما حكم هذا المال؟ وهل يجوز أن أتصدق بهذا المال على أقربائي وأرحامي؟ ما هو تصدق، ما يتصدق بالمال الحرام، لكن تخلص، تخلص منه بأن توزعه على المحتاجين من باب التخلص لا من باب التصدق.